ونحرين ونعيش في سعادة ونعيش في أمان. لكن حاسة لقينا الحرية في ناس تانين بنلخبطين بنلخبط الشعب وبالجهجة والشعب. السلطة شان شنو؟ السلطة شان تقتل الشعب. السلطة شان شنو؟ السلطة إنك تقتل الشعب. إنت تحكم منو؟ إنت تكون رئيس منو؟ رئيس الشجار ولا رئيس حيوانات؟ إنت جاي إنك تحكمنا وإنت مالك إنك تقتلنا. عشان شنو؟ عشان السلطة بس. وكل شي يصور وكل شي داير برا برا. حتى السلطة داير إنك تصبر برا وتمشي في الانتخابات والشعب يختارك والشعب يجيبك قدام. ما اصلا داير مشاكل ما اصلا داير دشمن. يا جماعة نرجع كلهم نديد كل شي برا. ندي فرصة للشعب يختار رئيسه رئيس قلبه بارد رئيس باسم الناس رئيس السلطة ما رئيس انه بقتل الناس. ده ما ممكن. رامي قدام معكم والشعب جنوب السودان كله معكم. ما دارين فوضى ما دارين جهجة. اصبر زي رئيس الفقير لما صبر وادي 20 سنة. في النهاية لك السلطة لو داير انك جهجهنا بنشيلك برا في جوا غابة جنوب السودان. اصبر ساكن اصبر ساكن دايرين دنيا دايرين عمان لشابنا دايرين راحة لشابنا. دايش مرتاحين في بلدي ما دايرين نمشي برا تاني. بيات مباريات حيفوز عندك 100 مباراة. اصلا ما بتلعب ده خسارة. الجنوبين يموتوا عشان كلام سلطة عشان كلام زول واحد. انتو مالكم دارين ورا ورا ولشنو؟ قتلنا الزمان وهسه تاني وده كل الشعب جنوب دارين رئيس قلبه بارد رئيس انه بحب سلام رئيس كل مرة بيقول عفو العام. يا جنوبين وانا زمان قلت لكم ما في داية يا الجنوب يموت تاني بكلام سلطة. وديت وين وخديت وين سميت بوين وطلع بوين. انا